كثيرون أصابهم فيروس كورونا، لكن البعض لا يشعر بأي أعراض أو أعراض خفيفة، وآخرون أيضا يحتاجون لعناية مركزة على اختلاف الأعمار. هل صحيح أن هناك أنواع متعددة من فيروس كورونا؟ في دراسة أجريت حديثا بكينغز كوليج بلندن ورصد فيها علماء بريطانيين أنواع مختلفة من فيروس كورونا المستجد اللي هو المسبب حق وباء كوفيد 19، وأشارت هذه الدراسة إلى يعني تفاوت في الأعراض اللي تظهر على الناس اللي يصابون بالعدوى. طبعا التطور المرض يختلف بين الأشخاص، في ناس تصيبهم الأعراض خفيفة شبيهة بالإنفلونزا، وفي ناس تصيبهم بشكل شديد وقد يعني لا سمح الله تنتهي بالوفاة. من الناحية العلمية الفيروس ممكن يعني يتحور، التحور وارد سواء كان هذا التحور للأفضل أو للأسوأ، بمعنى يعني أن التحور ممكن يخلي الفيروس أشد حدة أو أنه يخلي أخف حدة، ولأن يعني طبعا حتى هذه اللحظة ما تم الإعلان عن أي علاج أو لقاح لمرض كوفيد 19. اللي نحب أن نأكد عليه أن يعني يجب الالتزام بالإجراءات الوقائية، لأنها طبعا هي السبيل الوحيد الحين حاليا أمامنا لمكافحة هذا الوباء. أرد أكد أن هذه الإجراءات وأهمها هي ارتداء الكمام الوجه الواقي بشكله الصحيح اللي هو يغطي الأنف والفم، والحفاظ على التباعد الجسدي وغسل اليدين بصفة مستمرة.